بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في النفوس النفيسة فطرة تتوقد كجمرة تحت شبهات الرماد، وكشرارة تنتظر قدح الزناد. فإن وجدت الفطرة نافخا لجمرها وقادحا لشرارها، تهيأت لوضع البخور، فنفحت بطيب العطور، فأشرقت بنور ربها، واستنارت بضياء خالقها. أما بعد، إن معظم ما يهاجم الغرب به الإسلام وتتلقفها معظم نساء الأمة الإسلامية بالقبول هي مسألة إباحة الزواج للرجل بأربع. والرد على هذه الشبهة أن الإسلام جاء ونظام التعدد موجود في كل الأنظمة والديانات السابقة للإسلام. جاء الإسلام فحده وهذبه وضيقه ونظمه واشترط شروطا للإباحة، ذلك لأن الشريعة الإسلامية ليست نظاما خياليا بل نظاما واقعيا يقدم الحلول الناجعة القادرة على حل المشكلة من جميع أطرافها. وحتى تتضح الصورة فلا بد من توصيف الواقع ثم تشخيصه ثم علاجه. توصيف الواقع: إن الإسلام ليس دينا خياليا بعيدا عن الواقع، فالتعدد علاج لظاهرة لا يمكن تجاهلها، هي كما تقول الإحصائيات: عدد مواليد البنات في العالم أكثر من الأولاد، ونسبة موت الأولاد بعد الولادة أكثر من البنات لارتفاع مقاومتهن، ونسبة موت الشباب في حوادث السيارات أكثر من الشابات، ونسبة قتل الرجال في الحروب كما تشاهدون أكثر من قتل النساء، والنساء يعمرن أكثر من الرجال. النتيجة: فائض من النساء. هذه مشكلة، فما الحل وكيف يكون؟ تتابعون معي الآن الحلول عبر التاريخ لتدركنا كيف أن الإسلام اختار أخف الأضرار من أجل دفع أكبر المفاسد. أولاً، الحل في الحضارات القديمة. الحل في الحضارات القديمة إباحة الزواج للرجل بلا حصر. الحل في الديانة اليهودية: تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام ثلاث نساء، سارة وهاجر كما هو معروف عندنا في الإسلام، وأضافت التوراة قطورة كما جاء في سفر التكوين الإصحاح 25 العدد الأول. وتزوج يعقوب بأربع زوجات: ليئة، راحيل، بلهة وزلفة. وتزوج عيسو بن إسحاق أخو سيدنا يعقوب الأكبر عليه السلام من نساء كثيرات من بنات كنعان وثلاثا من غيرهن كما جاء في سفر التكوين الإصحاح 36 العدد السادس. وتزوج موسى عليه السلام زوجتين: صفورة وامرأة كوشية، بل وعوقبت أخته بسبب اعتراضها على زواج موسى من امرأة حبشية بأن أصبحت برصاء كالثلج كما ورد في سفر العدد الإصحاح 11 العدد من 9 إلى 10. سيدنا داود عليه السلام تزوج ما لا يقل عن 8 زوجات كما جاء في التوراة، وهن ميكال، أبي جائيل، أخي نعم، معكة، حجيف، أبي طال، عجلة، بيت شبع، أم سيدنا سليمان عليه السلام. أما سليمان عليه السلام فقد تزوج 1000 امرأة، 700 حرة و300 جارية كما جاء في سفر الملوك الأول الإصحاح 11 العدد من 1 إلى 3. ثالثا، الحل في الديانة النصرانية: في الإنجيل منع الطلاق وتحريم الزواج بمطلقة وجعله فاحشة، فهل استطاعوا تطبيق هذا في واقعهم؟ إن عدد المطلقات من النصرانيات يزيد عن 50%
لكنهن يخالفن تعاليم الكنيسة ويتزوجن ثانية وثالثة وعاشرة، وللعلم لم يحرم المسيح التعدد، بل ضرب مثلا بعشر عذارى، تزوجن رجلا واحدا في يوم واحد. أما التبتل والانقطاع عن الزواج تماما ما فرض عليهم بل ابتدعوه، وهم يحرمون التعدد لأن المرأة في نظر قديسيهم وقساوستهم شر لا بد منه. لكن ما زالت الطائفة المرمونية من النصارى تبيح التعدد إلى اليوم، ورئيس هذه الطائفة تزوج بعشرين امرأة، وهي الطائفة التي ينتمي إليها ميت رومني المرشح الجمهوري المليونير الذي نافس أوباما على الرئاسة. إذن جميع الديانات كما لاحظتم تبيح التعدد. رابعاً، الحلف القوانين الوضعية اليوم فيها تناقض كبير، تحريم التعدد الذي يحفظ للمرأة حقوقها، بينما هذه القوانين تبيح التعدد المحرم والشاذ على مصرعي بمن يشاء من النساء أو الرجال أو حتى بالحيوان. والنتيجة نصف الشعب لا يعرف من أبوه، الملايين منهم مصاب بالأمراض القاتلة كالإيدز، فهم يريدونك أيتها الغالية خليلة مشردة لا حقوق لك ولا لأبنائك. خامساً، الحل في الإسلام. جاء الإسلام والتعدد لا حصر له، فقلصه وضيقه إلى أربع، واشترط شروطاً عظيمة تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها. اشترط لها السكن المستقل والعدل في النفقة والمبيت وغير ذلك. والتعدد هو بمثابة عملية جراحية لأجل الحفاظ على سلامة الجسد وبقائه صحيحاً. ولا شك أن مكان وموضع العملية المجروح يحتاج إلى تضميد جراحه وعدم خدشه بما يزيد أوجاعه، ذلك العضو الجريح هو الزوجة. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضع بالضرة والعلة، سواء كانت أولى أو ثانية، والعلة هي المرض الشاغل، فليت الجميع يدرك هذه المعاني. ولذا فالأصل فيه الإباحة لا الاستحباب. نظرة للواقع. أولاً، إن نسبة المعددين من المسلمين اليوم لا يتجاوز بالكثير 30%. أما نسبة المعددين من غير المسلمين بالحرام لا يكاد ينجو منه رجل، ونسبته تفوق 99%. ثانياً، لا يحتج على الإسلام بالتعامل السيء من بعض الرجال تجاه زوجاتهم الأولى أو الأخرى، فهم لا يمثلون شرع الله الذي أمر بالعدل ورفع العادلين على منابر من نور. وأخيراً، سؤال: هل المرأة في الشريعة الإسلامية أن تشترط بأن لا يتزوج عليها زوجها؟ الجواب نعم، لها أن تشترط بأن لا يتزوج عليها، فإن خالف الشرط فلها حق الفسخ. والحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. المرأة المسلمة حقوقها كثيرة مرارة، لا تتصادم لا مع فطرتها ولا مع نفسيتها ولا مع جسدها ولا مع وضعها، ولكن الآن هجوم شرس على المرأة المسلمة لتتعرض فتضرب من ناحية أخرى وهي لا تدرك. من هذه الشبهات هي شبهة القوامة، لماذا الرجل قيم على المرأة مع الرد على هذه الشبهة ودراستها مع الشركة؟